ثانية مش هنسى رحب بيكي بسنك الصغير ده وبالموهبة دي، واحنا محتاجين. شكرا لحضرتك. وانا عايز اقول من خلالك، يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع ان في مصر كل اللي احنا بنتمناه، بس احنا محتاجين نوصل له، محتاجين نوصل له. قلنا في مبادرات وفي اليات ممكن تتعمل لو احنا عايزين نجيب ناس يعني بتلعب كره قدم هائله، هنلاقي ناس بتكتب شعر عظيم، هنلاقي ناس بتكتب يعني روايات عظيمه، هنلاقي كل حاجه موجوده في 104 مليون كل حاجه. وانا عايز اقول ان مريم مثال لده، ربنا يوفقك. شكرا لحضرتك.